يعني من المؤسف ومن المبكي أنه المواجهة ليست متكافئة، ونحن يعني نتلقى الضربات الموجعة كل يوم، وتزداد يعني الضحايا الإنسانية والمسائل الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي تثقل بودرها على الوضع في لبنان، خاصة أنه في انعدام الوضع الاقتصادي والحكومة ورئيس الجمهورية. يعني هذا نقطة، والنقطة الأهم أنه على المستوى الإنساني يعني النزوح تثقل على كافة المستويات، البنى التحتية، المساعدات الإنسانية، حتى أن الاستهدافات لا تطال فقط على المستوى السكاني والنازحين، إنما أيضا الطاقم الطبي أيضا فهو يعني يعاني الكثير من التحديات في تقديم الخدمات الصحية والطبية والمستلزمات والأجهزة، يعني هو يفتقر لكثير من أدواته، فضلا إلى أن هذه الضربات تستحكم البنى التحتية بشكل يعني استهداف لمراكز الطبية والمستشفيات. يعني من الصعب التواصل ميدانيا مع المناطق التي تستهدف لانتشال الجرحى، ويعني هناك العديد من الجرحى، يعني حوالي منذ اللحظة الأولى، يعني منذ 7 أكتوبر إلى يومنا هذا، فقد لبنان حوالي 3000 قتلى يعني حتى الساعة، و9258 جرحى حتى الساعة، يعني وكل يوم يتضاءل العدد، فضلا إلى استهداف الطاقم طيب الطبي، يعني حوالي 40 شخص يذهب نتيجة هذا القصف الجوي المكثف والمتواصل وهو على الجنوب. مستمر ومتواصل كما تذكرين سيدة أورنيلا. العاصمة بيروت يما الضاحية الجنوبية هي هدف مستمر لهذه الغارات، الجنوب اللبناني كذلك ومناطق البقاع في الشمال. الفارون من هذه المناطق إلى أين يلجؤون بأعدادهم الكبيرة؟ فتحت المدارس، فتحت الجوامع، لكن هذه المحطات هل تستوعب هذه الأعداد الكبيرة؟ للأسف لا تستوعب، وكما أن هناك حساسية في استيعابها على مستوى الاقتصادي، نظرا أن الوضع الاقتصادي في لبنان يعني منذ كورونا إلى أزمة المصارف، ويعني ويوم يضاف الاقتصادية في لبنان أزمة النازحين، يعني تثقل بوزرها على الوضع في لبنان. يعني الوضع جدا معقد، والمراكز الإيواء يعني سواء الجوامع أو المدارس يعني هي تواجه أعدادا هائلة من النازحين، يعني لا تستطيع إيواءهم كلهم، يعني مشردين في الشوارع، فضلا إلى أن الخدمات الصحية والغذائية لا تتوفر لهم بشكل جيد. هناك أزمة اجتماعية، أزمة اقتصادية جدا تسكو يعني ثقيلة جدا على الحكومة، خاصة أن وضعية الحكومة ضعيفة جدا في هذه المواضع، هذه الإمكانيات جدا لا يمكن أن ترتقي إلى مستوى التحدي. يعني هناك مسألة إنسانية تطرح بإلحاح على مستوى النازحين، فضلا إلى أنه البنى التحتية ليست مشجعة، الخدمات ليست مشجعة، الأدوات للتعامل مع الجرحى أيضا منكوبة على كافة المستويات، فيعني الطاقم الطبي يعني يعاني كثير من المشاكل، فهذه جدا مسألة معقدة داخليا.